السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنكمل الشغل على بقية البوك كنترولر. هنعمل بقى الابديت وهنعمل الديليت. تمام، احنا خلاص عملنا تيست للفانكشناليتي وتأكدنا ان كل حاجة تمام. نبدأ اخد بس الجزء ده كده، كوبي بيست الشكل ده كده. هو ما ينوت، انا محتاج اعمل هنا ابديت بوك، مش محتاج انا الكريتد ولا الجزء اللي مش محتاج ان انا اعدل، بس او ممكن ان انا اسيبهم. يعني يستحسن ان انت يكون عندك تو فيلد سنين اسمهم ابديتد باي وابديتد اون، تمام، على اساس ان انت عدلت فيهم، بس احنا هنسيبهم دلوقتي زي هم كده. هنحتاج ان احنا نضيف حاجه لمين؟ ايوه كده بالظبط، البوك اي دي، فار بوك اي دي، ده حقيقي فعلا بالشكل ده كده. طيب برضه يهمني هنا ان البوك اي دي من ضمن الفاليديشن، فالبوك اي دي بقول هنا نوت، بقول هنا ان البوك اي دي بالشكل ده كده ممكن عارف. اوكي، انا كمان هنا مش محتاج الستور كود ولا محتاج البيدجز، ممكن يعدل عليها، بس ممكن يغير الستور برضه عادي. انا يعني اسيبها له ما فيهاش مشكله. الديسكربشن، تايتل، الاوردر، بروش، بحيث ان هو دخل حاجه غلط يقدر يعدل فيها، مفيش مشكله. طيب بعد كده محتاجين ان انا اضيف هنا الفاليوز، هنا ادي البوك اي دي نضيف في الآخر خالص بالشكل ده كده. طيب أيوة، بعد كده أبديت بوك كويري وأقول له نوت أبديت بوك كويري وأخذ هنا الأبديت دوت بالشكل ده كده. وأنا سكسسفلي أبديت قولنا successfully update ايه بقى؟ book title نضيفه هنا title، وهنا fail to update book title. بالشكل ده كده زائد كم تعديلات احنا فاضل مين؟ الباشا بتاع الكويري ده، نروح على الكويريز. فانت شايف كده الموضوع هنا بقى سيستماتيك قوي، يعني انت من هنا مش خلاص، انت الموضوع هنا بالنسبة لك ما فيهوش اي مشكلة. دايما حاول تفورمات الكود بتاعك على اساس ان هو يبقى بالنسبة لك واضح بسيط بالشكل ده كده. طيب نرجع بقى هنا، نروح على مين؟ على ال دي بيفر، اقول له نوت لو سمحت والله انا عايز هنا ابديت جنريت ابديت كوبي كده سكر البوك تايتل والديسكريبشن والببلشر وادي البيجز وادي السكور اوكي. وير بقى البوك اي دي دولار ساين، نعد بقى ادي هنا دولار ساين واحد ودي اتنين. ودي تلات ودي أربعة. احنا قلنا ان البوك بيجز احنا عندنا، نراجع برضه هنا البوك، احنا سايبين البيجز. ايوه مفيش مشكلة، ودي هنا خمسة ودي هنا ست
ودي هنا 7. ودي هنا 8. ودي هنا 9. تمام. قول لي كده عشان تبقى الموضوع واضح قدامك. فورمال بقى اوفر كيس بس كده كده جميل. خد ده هنا كوبي وروح على فيجوال ستوديو. في هنا الكويريز ابدا احط الشكل بتاعي تاب كده اعمله هنا شيفت تاب شكل كده. احاول انظم شويه شكل الحاجه بتاعتي كده. تمام ايوه ده كويس جدا زي الفل. اوكي نبدا نروح فين بقى هنا على البوك. اوكي كل حاجه تمام هنا الدنيا تمام ابديت سينك. اوكي مش محتاجين ده كده شيله. اوكي كل ما محتاجين احنا نضيف البوك اي دي معانا. طيب بعد ما خلصنا كده الفانكشن وتأكدنا ان هي تمام وكل حاجة اوكي نبدأ نروح نعمل لها تيست. انا هفصل يعني كل فانكشن خليها ايه حاجة واحدة، ولا تحب تعملوا ديليت معاها مرة واحدة ونعمل تيست مرة واحدة زي ما انتوا عايزين؟ خلاص ماشي نعمل ديليت مفيش منها مشكلة. احنا هنا على النوت تاخد نوت الديليت هتلاقي ديليت حاجة هنا بسيطة جدا. على البوك هنا هعمل هنا ديليت بالشكل ده. طبعا هنا انا محتاج اعمل فاليديشن على مين؟ على ان فعلا البوك اي دي اللي هو مدوني موجود تمام بقى. اوكي طيب ادي هنا الديت بوك. انا محتاج هنا البوك اي دي هذه البوكة دي واتاكد انه فعلا ما بقول لي صح واقول كان ديليت ام بي تي بوك اي دي. ودي هنا طبعا مش محتاج هنا ان اتاكد ان هو اوريدي اكزيست ولا لا. الجزء ده هيتعمل على مستوى الداتابيز فاليديت از اوريدي اكزيست. طيب طيب محتاجين احنا نعمل هنا ايه؟ ديليت هذا الاتزان طبعا فين التراي وكاتش. ادي هنا التراي ادي كاتش بالشكل ده. وادي هنا ايرو فيلد تو ديليت. وادي هنا بوز اي دي كذا واقول له هنا هو بوك. تمام ناخد ده كده كله نحط هنا اهو. اوكي واخد ده هنا كده سكرين اوك ديليتد. طيب بعد كده احنا محتاجين نعمل هنا ايه؟ نحتاج ان انا ديليت فعليا بقى ان انا اديت الجزء ده. انا محتاج هنا الفاليوز بتاعتي ومحتاج هنا الكونديشن دايت محتاج ده كده معايا دوت قول نو ديليت بوك كويري ديليت عايز بوك كويري ادي بوك كويري مش محتاج فاليوز لان انا هنا الفاليوز بتاعتي هتبقى عباره عن بوك اي دي بس. هسيب لكم بس ان انتوا هنا تعدلوا في الفانكشن ديت اشوف اذا كان البوك فعلا اوريدي اكزيست ولا لا. يعني اروح مثلا اعمل فانكشن تكون تعمل كاونت في الداتابيز على البوك اي دي سيلكت وير البوك اي دي بكذا وكذا بيساوي البوك اي دي اللي هو بعته لي مع واشوف الكاونت. لو رجع لي الكاونت بواحد في الحاله ديت يبقى فعلا اوريدي اكزيست. لو مش رجع لي الكاونت بزيرو يبقى هو بيحاول يدلت بوك مش موجود فانا اقول له ان البوك ده هنا ايه مش موجود. فانا سايب لكم حته الفاليديشن دي موجوده تعملوها. وهنا في حته الابديت برضه لازم تعمل نفس الايه الفاليديشن. تمام
طيب database و delete، اروح اخد بيانات الديليت ده كده واروح اعرفه هنا على مستوى الكويرس بالشكل ده كده، تمام. طيب اروح ادور هنا بقى على مستوى الديليفر، يا عم ديليفر اهوت، ايه اقول له اهوت جنريت اس بي ال ديليت اهوت، شايف انت ديليت ازاي؟ كوبي كده والله ديليت فروم كذا وير البوك اي دي على طول بيساوي كذا بالشكل ده كده كده كده، شايف انت الدنيا ماشيه ازاي؟ سيمبل جدا اهيت كذا، اروح على الكويري بتاعي بالشكل ده كده، سيب سبيس بس عشان تبقى انت الدنيا معاك تمام زي الفل كده. ادي هنا فيلد جديد، احنا يعتبر كده ايه خلصنا الفانكشناليتي، خلصنا كل حاجه، فاضل بس ان انا اعمل ايه بعد الفانكشناليتي، فاضل ان احنا نعمل التست. جات كده الفيديو بتاعنا انتهى، وان شاء الله الفيديو القادم هنعمل فيه التست.